يعني الجزائر خاسرة في الدراهم في الغاز وفي الدبلوماسية، وإسبانيا خدعتنا. دونك جو بوتخو كامام بهكا. كنا إلى الأمس القريب نتعاطف معه في مهنته، الأمر كيتعلق بشخص اسمه رشيد نجاز. سي رشيد نجاز اللي واحد من الناس اللي أنا شخصيا تعاطفت معاه في المحنة ديالو، لا في الاعتداء اللي اعتدوا عليه الكبرانات اللي هرسوا له النيف، غير باش حتى شي واحد ما يقول لنا راه كانت زايدو أو لا كان قيسو، لأن الكثير من الناس اللي كيجي كيقول لك وهضروا على بلادكم كتهضروا على الجزائر. يا خوتنا راه حنا كنتكلموا على بلادنا، راه الكبرانات والعقلية المتعفنة ديال الكبرانات وما جاورها هي اللي كتخلينا نهضروا في هذه المواضيع. هذا حنا كنتكلموا ما يعنينا. فبغيت نعرض عليكم هذا الفيديو بالنسبه للناس، يعني غادي نشوفوا من تليفون اخر بالنسبه للناس اللي ما في خبرهمش هذه القضيه، ثم نعود باش نناقشوا الموضوع. ومين يفوت على تيوتا الغاز والغازوديك اللي كان 50% تاع الجزائر و 50% تاع المغرب، يعني الجزائر خاسره في الدراهم في الغاز وفي الدبلوماسيه، واسبانيا خدعتنا. دونك جو بوتخو كامام بهكا تامنو كامام سكيسيو ما تامنوش. هذا الغاز تاع اسبانيا ما يخلصو والو، مين يفوت بيروح اسبانيا؟ يفوت على تيوتا الغاز، يباس غراتويتمون بيسكو إلا بارتيان لاسبانيا. دونك الجزائر ما تربح والو. ابخي هذا الغاز اسبانيا واش دير؟ تبيعو المغرب. ومين يفوت على تيوتا الغاز والغازوديك اللي كان 50% تاع الجزائر و 50% تاع المغرب، يعني الجزائر خاسره في الدراهم في الغاز وفي الدبلوماسيه، واسبانيا خدعتنا. دونك جو بوتخو كامام بهكا. عطوكا واش نديرو؟ واش ندير؟ خاسرين في الغاز، خاسرين في الدراهم، 20 مليار دولار سمحنا فيها على جال العمامره كعلاقه دبلوماسيه مع المغرب. لو 24 أوت 2021 خاسرين دبلوماسيا. دوكا اسبانيا دارت علينا القضيه تاع الصحراء. واش بقى لنا دوكا؟ واش بقى؟ والرئيس سي شيك ريحه قال لك باللي نخلو المامره، خلو المامره مالو؟ قالي ليسي مشي المامره. دو كاتاستروف اون كاتاستروف. زيدو دوكا خسرنا سويسيد ديبلوماتيك مع القضيه تاع الصحراء، اسبانيا دارت علينا. دوكا اش بقى لنا؟ مازلتو راكم باغيين تخلوا عمامره يحكم في الدبلوماسيه الجزائريه؟ فولي توجور ليسي سيت ان كومبيتون نوتو سو كاسكادور دي فوت مورال، فو فولي كونتينوي ا لو ليسي اتر مينيستر دي افير اترانجير. اوجوردي نو سام توتالمون ديكريديبيليزي. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Un hulul. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un hulul. Alors, les solutions. Il y a une solution. Non. Hulul. Depuis 2013, j'ai fait une proposition qui a été reprise dans deux revues au mois de décembre dernier, notamment la revue Contrepoint. Sarah aussi. Donc, alors, depuis 2013. Donc j'ai fait une proposition qui s'appelle pour un condominium algéro-marocain. Chez Magnetha. Magnetha, Anno. Hada l'iktiraah li dertou. Anno, Jazair ou al-Maghrib, fi muddat 10 snin, huma li woulou yhukmou fi sahara. Ou min ba'd hadi muddat 10 snin, nzidou ndirou istifta, ou natalbou min sh'a'b sahrawi, Anno, hel ara baghi yq'ud fi hada l-siyada, cette double souveraineté, yani تحت السياده الجزائريه ولا المغربيه. هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، هل بغاو يدوا استقلال؟ السؤال الثالث، هل راه باغيين يقعدوا مع المغرب؟ دونك سا سابيل بور ان كوندومينيوم الجيرو ماروكان. دونك اون انتونت الجيرو ماروكان اترافير ان كوندومينيوم بيرميتري دو ريغلي لو بروبليم دو سارا اوكسيدونتال. À la fois algérienne et marocaine. على كل حال باش ما نطولش عليكم في هذا الشيء هذا. لحظه عافاكم سمحوا لي. غير باش ما نطولش عليكم في هذا الفيديو، غادي نقولوا الملخص المفيد ديال هذا الشيء اللي قالها السيد. قال لك اسيدي اسمحوا لي، قال لك بعد ما يعني فلسات الجزائر دبلوماسيا واقتصاديا وحتى غازيا ان صح التعبير، واش بقى لنا؟ ما بقى لنا والو. قال لك بان هو دار واحد المقترح في 2013، يعني تقريبا 10 سنين 9 سنين. هذا المقترح يتجلى في ماذا؟ قال لك اسيدي ان نديروا الاستفتاء، يعني واحد المنطقه
في الصحراء المغربية، نديرو تحكمها المغرب والجزائر معا، ونجيبو البوليزاريو ويجلسوا معانا 10 سنين، وبعد 10 سنين نديرو استفتاء واش بغاو يجلسوا مع الجزائر ولا بغاو يجلسوا، لا واش بغاو يجلسوا مع المغرب ولا بغاو يجلسوا بوحدهم ولا شنو باغيين يديروا. دابا تخيلوا معايا انتم يا هاد الغباء اللي كاين عند هاد الناس. يعني كيقول لك درنا فايت في كل شيء، بمعنى اصح ان ما قدرناش نحلوا المشاكل ديالنا حتى ديال البطاطا وديال الزيت، فما بالك في الدبلوماسيه اولا في الاقتصاد، وحيت ما حليناش المشاكل ديالنا واش بقى لنا نحلوا المشاكل ديال الاخرين.